مستغيث هشام، كنسكن في 7/33، كاري واحد الشقة. هاد الشقة هادي كانت الوقيتة اللي كنت خدام ما كانش عندي فيها مشكل، كنت تعرض لبعض فهمتيني شي مشاكل ديال مناس الدار، انما حاليا ما عنديش باش نخلص الكرن. كانوا كتعطي الدولة كتعطيني واحد المنحة، هذيك المنحة فيها لقاش عندي 4 ديال الدراري، كتعطي لي باش ناكلها كنشدها كنعطيها الموت الكرن، كنخلص الكرن وكنبقى انا بالجوع، لدرجة كنمشي لعند با ولا عند امي باش نوكل وليداتي. صافي تغلبت حاليا، وصلت مرات مرات تمشي تجمع لي با مي خوتي تجمعوا دوزوا ليا، ندوزو ليا مريض بالراس. وقفت عليا مراس الدار وبديت كتسب ليا في والديا، وقالت لي خرج عليا فهمتيني، وفهمتيني وعندي فيديو موثق بهذا الشيء كامل، بما فهمتيني كنتعرض لتعسفات كبيره، قطعات عليا التلفاز البارابول حيداتو عليا، ما كنتفرجش، الثلاجه كيقطعوا عليا الضوء، تسكتات ها هي خاويه، ما عنديش باش نشري العيد. المهم واحد الظروف اللي ما حد يوصل تشوف تي في، تزيرت بزاف، تزيرت ما عنديش شي مخرج. اختي جات مولات الدار، وجات واحد السيده بنتها، وجاو فهمتيني هجموا عليا في البيت هنا، خرج بحالك والسبان، هذا الشيء عندي فيديو ديالو اللي تقدروا تشوفوه من بعد. ودعاتني فهمتيني، مشات عند الكوميساريه قالت لي ما ضربني ودار لي وفعل لي، وانا مع ذلك عندي ما يثبت بهذا الشيء بالعكس ديالها. وفهمتيني انا مغلوبيه كتقول لي خرج، وما عنديش فين نخرج، ما عرفتش كيفاش غادي ندير، حرت ما عرفتش غادي ندير. كنخلص اختي 600 درهم، وكيجيني في الموضه، وكيجيني 4600 ريال، وكاين شي شهور خلصت فيهم 7000 ريال بيت، وما كنبركش فيه كاع بزاف، اقسم بالله ما كنبرك فيه بزاف. الدريه الكبيره عندها 16 عام، وعندي جوجات صغار، وحده عندها 3 سنين وحده عندها عامين، والدري عنده 11 عام. ودابا كطالبني هاد السيدي باش نخرج بحالي، ولا ما خرجش راه فهمتيني كتهددني باش تصيفطني للحبس باي تهمه بغات. طيح يا باطل، راه عندي فيديو، يمكن هذا الفيديو هذا اللي كان حتى هو فهمتيني حتى هو شافوه الناس، غيشوفوا كيفاش كترمي عليا الباطل. شريكات حويجه كتقول لي هذاك ضرب شيني، وانا ما ضاربها ما ساهم والو، واقف واحد الباب نهائيا اختي، كترفض هي هادشي كامل، قالت لك هادشي كيهمك انت ما كيهمنيش انا، انا خرج عليا، قالت لك اصلا قالت لك خرج عليا وما عنديش فين نخرج، وما كرهش تيقي بيا والله كنت خدام، وعندي زعما واحد شويه فلوس، والله ما نبرك في هذه البلاصه هذه، والله ما نبرك فيها بالله، لقاش انا اصلا مضيق مع ولادي بزاف، ضيقت بزاف مع ولادي في هذا البيت هذا. لقى الشركه اللي كنخدم فيها ما خصني ما كيفهمشيني ما كيديكلاريونيش كاع بصفه عامه، كنخدم في شركه ديال ترونسبور كتعطيك فهمتيني واحد الراتب شهري في جوا، كتخلصني في جوا، ما كاين لا ضمان اجتماعي لا والو، قبلتي ما قبلتيش ما عنديش ما ندير، خصني بز مني نمشي نخدم فيها باش نجيب الدراري ما ياكل. وصلنا لهذا الحجر الصحي، صافي وقفنا، ما كنت خدام في المطار، وقفنا صافي، شدوا السوار ديالهم زادوا في حالهم، بركس اختي، وليت هذيك البركه اللي كتعطيني الدوله كنعطيها لها هي. حاليا ما عندي ما نعطيها، ما عنديش على العيد اختي، والله ما عندي باش نشريه الدواء، هادشي الدواء اقسم بالله شاريه ليا بو خوتي، تدواز لي دوز بو خوتي، وما عرفتش اختي اش غادي ندير. نعم لا هي وبنتها، جوج عيالات كيتهجموا عليا وكيسبوا فيا بواحد السبان زعما اللي راه واقع الفيديو فيه كلشي اختي. خصي الطلب ديالي اختي الا كان شي مساعد شي يد مساعده ولا شي محسن فهمتيني يعاونني، بغيت اختي نخرج من هذا البيت هذا، انا بغيت خدمه، بغيت شي خدمه شي محسن اللي يوجهني شي خدمه، بصافي ما باغي والو، باغي انا باغي نخدم على ولادي، باقي في ما نخدم وباغي نخدم على ولادي، ما باغيش زعما نسعى ولا لا، باغي نخدم، كنطلب الخدمه، يا ربي يكون شي محسن اللي يشوف هذا الفيديو ونخدم صافي، شي اللي كاين باش نخرج بحالي، لقيت زيرت مكتبش عليك بزاف.